عليك ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم ماكو وكابتن ماتس من قناة تاتس جيم نتورك. اليوم معكم فيديو جديد في كن اسطورة، الحلقة رقم 22. فاليوم معكم فيديو جديد، يعني بتلاحظون اشكال شوية لان توني ما كنت بتونس. اوكي اليوم في الحلقة بلعب ضد روما، يعني تعتبر ديربي. ميلان ساسولو وهذا الفريق اللي اسمه باجناوي. طبعا اكيد فريق مو مخص بيس ما عنده حقوق. فتشكيلة اليوم كوادرادو صغير من سيزلي، كوادرادو صغير ايمن سيزلي مدرب، وغير ان ديبالا برع الشيء غريب. انا في التشكيلة الاساسية ومارو اتكف الاولمبيكو روما ضد اليوفنتو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي حبايبي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم الملعب في هذا اللقاء، وعلى فريق روما وعلى فريق اليوفي. هذا هو التشكيل لمباراة اليوم. وركلة البداية يحصل عليها ماركوس. اوكي اوكي هيك من بيناردسكا اتوقع. هيك هيك تزيد الكرة خطيرة. هيك قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحدة، مجهود غير عادي ونجم بامكانيات هائلة. اتوقع اني قاعد في الجهاز غلط لان الجهاز طلع ما في جهاز. يمر ويلعب كرة بينية. هيك اتوقع كان المفروض اغير فكرة الفريق لان السبب يعود لان طقم فريقنا مشابه قوي وينجح في استعادتها. فرصة هجوم معاكس، تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور. هذه فرصة خطيرة. ستيفينو إلى جيكو دوغلاس كوستا. هجمة مرتدة الآن، فرصة للتسديد. والهدف الأول والهدف الأول في الدقيقة 24 لمصلحة فريقنا اليوفي. يتقدم على فريق ستيفينو. لا تصد ولا ترد. ستيفينو لعب لدوغلاس كوستا. دوغلاس كوستا لعب لطريقها إلى المرمى مفتوح. ماك يسدد في الشباك يا حبيبي، في الشباك. كل شيء لاف. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. كرة ممتازة، فرصة تسديدة، وكرة في اتجاه المرمى. جول. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف. وهذه الطريقة وصلنا الآن إلى منتصف المباراة.
فارق مريح في الوقت الحالي. الخطر الوحيد اللي يواجههم هو المبالغة في شعورهم بالرضا في احتفاظهم بالكرة، وربما مطالبين بتركيز أكثر، يكونوا على نفس العزيمة والإصرار. شوفوا في المونتاج نشوفه خايز ولا زين. أنا عفوا التسعين عند الحاصل نشوفه في التسعين جول يبقى جول كذي. وصل وصل خلينا نجيب جولك. تزيد زي الدب. اوكي يلا سنتابع معا احداث الشوط الثاني. وادرادو الكرة على الجناح، لمسة بينية. جيكو جوان جيسوس الآن فرصة واحد على واحد، تسديدة في اتجاه المرمى، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. انهينا على روما، انهينا عليهم. شوف الثقة التي يمتلكها، المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين، تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. ولا يدخل داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك على طول. هاتك عب صراحة سيتم إجراء تبديل بحسب ما أراه الآن أمامكم هنا عند خط على التماس على الأقل. تحرك جميل، اندفاع، أوكي أوكي تسديد وهدف غير عادي، هدف وهدف رابع في الدقيقة 60. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. تسديد في المرمى يا حبيب في المرمى، ما تصدق يا حارس بهذا الكم من الأهداف بهذا الفارق. الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها طولية، يلعب كرة لوب جميلة، هدف ولا أروع، فينشنج عالي جميل، انهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. يا سلام على المواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فارس بالتأكيد. شبكة وهذه بينية من دوغلاس كوستا، ولا حاول تلعب فوق الحارس ولعبته وهدف. عم زمان يعني ما سددت تسديدات من فوق الحارس، يعني تحسب بضيع سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. يعني قلت لو شفتها تحت ضبط انا العب البرناردسكي برناردسكي وهذا تسديدة والهدف السادس، هدف سادس. روح اكل راية واحتفل بهذه الطريقة. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. 6-0. تسديدة في الشباك يا يعني حارس ما يقدر يسجل. شوف كم برناردسكي والعرقي وسددتها في الشباك. انا اليوم انا بروح اشتريت حراس. ولك هدف سابع، هدف سابع، 7-0، هدف 7-0. كانت اللمسه الاخيره تدرس. الكرة خلصت أمام الحارس وتسديدة والهدف. اللاعبين قاموا بعمليات الإحباط، أن هنالك تغيير سيتم. ديبالا والكرة والتسديدة والله قوية. أتوقع أول مرة يفوز في المباراة. دقيقة 98
الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. ولكن تنتمبا وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص، براعة المهاجمين في ترجمتها، لذلك كانت المباراة كبيرة واستحقوا هذا الانتصار. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة لنحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. صح، اعتبرها 6-0 لأن جيسون بوموس سجل. اوكي، ف نبتعد اكثر واكثر من روما. نابولي يتعادلون مع روما، اتلانتا المركز الرابع والتورينو المركز الخامس. اوكي، ف ما هنا 87 طاقتي، باقي لي 5 أهداف وأوصل هدف فقط في مسيرتي. يعني أحاول أوصلها، بحاول إني أوصلها هذه الحلقة، يعني بغض من إن في مباريات صعبة. اوكي، فريق الشهر من يناير، يعني ما شاء الله في اول شهر لي اكون من فريق الشهر. ف تقريبا ابغى اشوف الاحصائيات اللي احصائيات اللاعب، يعني في شهر واحد في 6 مباريات سجل 24 هدف، شيء كبير. يعني تشوفون اني انا عندي 5000 كوين بس، يعني ممكن السبب يعادل أنا صرفت أكثر في الجي بيز على تفتيح باكجات. يلا لأن يعني في اللعبة تعتبر قبل انطلاقة مباراة اليوم في هذا اليوم الكبير، بالتأكيد في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. تحياتي محدثكم فهد العتيبي، وعندي لاعب حسن وميلان و بونفنتور مدخل أرضية الملعب. يوفنتوس ضد ميلان، اللاعبين جاهزين مستعدين للمباراة، واللاعبين الان ايضا جاهزين لبدء يقود سلسلة انتصارات اليوفي. كلاعبين صراحة الجوائز نتابع تشكيل الفريقين، فهاي هي تشكيلتنا. انا ما اعتبرها قوية بصراحة، لكن لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع وهجم المنحى محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. كان في مكان الطرف محاولة تمرير كرة ينجح في الموقف عظيم، والهدف الأول برناردسكي يسجل الهدف الاول في الدقيقة 17. حصلت يعني بيلعب لي اياها من اول، لكن فكر فاني يلعبها لبرناردسكي، برناردسكي راسية في الشباك. هدف يعني المباراة والنتيجة. هلكا انا صح الفريق هلكا، فمويا تسديدة وينجح في تسجيل الهدف.
تسلل برناردسكي ولكنه كان متسللا. صح حاولت تتجدد لكن ما قدرت. يلعب كرة طويلة، لعبة جميلة تسديدة أجمل. أوكي. بعيدة تماما عن المرمى، يدرك جيدا أنه بيسعى ليهز الشباك حتى منها. يا له من تفاهم جميل. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لكن الكرة الطائر جميلة لكنها للأسف ضاعت. كرة خطيرة وفرصة للتسديد. لا كانت مراوغة رائعة جدا وفرصة كبيرة. فعل كل شيء في هذه اللقطة تقريبا كان كما لو كان لم يرى أي مدافع عدى منهم صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين. هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. مصطفي بيانيتش من سيستلم هذه التمريرة الطولية. يحاول أن يلعب، يلعبها ببراعة، يمر متابعة موجودة مع مزيد من الفرص للركنية. يحاول لعب الكرة بالرأس وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. يا سلام تمريرة تسديدة ولا دخل. الكرة في الشباك ثاني في المباراة أخيرا سجل في الدقيقة 60. أخيرا سجل هدف في الدقيقة 60. واحد على واحد صراحة يعني ما ادري كيف لف دوناروما وشوف الكرة هذه عرضية والمدافعين حسوا اللي فيها تسلل والتسديدة وهدف ثاني في المباراة وأول لي والتسديدة وهدف ثاني أخيرا سجلت هدف. النتيجة ولك يا الله في جانب واحد هذا اليوم من بعد ثلاث دقائق بس بعد ثلاث دقائق من تسجيل الهدف الاول اسجل الثاني على طول. انهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. وقعت من فوق المدافع وتسديدة وهدف بعد ثلاث دقائق فقط. هذا مو التسديد. تذهب الكرة إلى خارج المرمى. انطلاقة غير عادية. نجح الملعب الدفاع ربما كان يحتاج إلى اللمسة الأخيرة ليكون هدف. وتطلب صفحة الحكم لإنهاء اللقاء. خدمة 3-0 على الميلان. أعتقد أول مباراة سجل فيها هدفين. شيء غير عادي هذا اليوم. واحد مباراة كبيرة من خط الهجوم. قلت برناردسكي أفضل لاعب في المباراة. المفروض أنا يعني سجلت هدفين في ثلاث دقائق. هدفين في ثلاث دقائق. يعني افهم كلمة هدفين في ثلاث دقائق. ترتيب الهدافين ممتاز جدا. مشترك مع زباتا ب 19 هدف ممتاز جدا. بلعب مع مو بلعب في المركز المطلوب فيه.
متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار اوكي بخلاويات الملعب يوفنتوس ساسولو في ملعبنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي يا نساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. رقم 30 للتدريبات قائمة. ولا حلاوة كنت في البداية حاول ان يحطني في مصيدة التسلل. ديبالا جديدة من ديبالا كان بيسجلها والله. ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. ملكة والعرضية الأسفية والهدف الأول 1-0 واحد بالمقاس بالضبط الى داخل منطقه الجزاء، وهو انهى المهمه كما يجب. وهدف اول مصلحه لاعب. صدى الحارس بصراحة ما وصل. كرة في المساحة الخالية مع ماركوس. والتسديدة والهدف الثاني في الدقيقة 43، وعطى دبي حبيبي هدف في 90، يعني ما يصدع حارس أبدا. تسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. تسديدة وهدف يا طاحة كاف وداد العب يا بكعب وانا ما عقب روح وسدد الهدف الثاني. عقب يا حبيبي يلا. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. مايكا هدف اخر، مباراة في جانب واحد يوصل من اتجاه واحد في هذا الهدف رقم 300. نعم هذا هدف رقم 300 اسجله على طول، هدف رقم 300 في مسيرتي. تستمر وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. وصلنا إلى منتصف المباراة، سيطرة كليا على اللقاء. هل يواصل اللعب الهجومي الممتع للمشجعين للمتابعين؟ ديبالا ديبالا تسديدة هدف رابع في المباراة. ديبالا يسجل الهدف الاول وهدف رابع المصلحة الفريقية. يعني تلك يوصلهم على التمرير يعني الهدف يعني جميلين. تغيير سيتم في هذه الاثناء. اللاعب جاهز تقريبا عند خط التماس. يا سلام، يحاول لعب الكرة بالراس وهدف الكرة في الشباك. هدف صراحة هاي رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. هدف رأسية هاي شوف جمالية الهدف. تلك عادت مباراة العرض العربية رأسية وهدف صراحة ديبالا مبدع صناعة الكرة الروسية. يعني خلاص طلع سيتم اجراء تبديل بحسب ما اراه الان امامكم هنا عند خط الخلاص. مريض اوتوماتيك يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ماركوس والتسديد والهدف. لعبة في منتهى الروعة. هدف 5 أهداف في هذه المباراة. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. يعتبر
سجلت 7 زائد 5 يساوي 12، 12 زائد 2 يساوي 14، فحاليا مسجل 14 هدف في الحلقة. اوكي هذا هو التغيير الأخير. يلا انتهت المباراة على طول 6-0. سيطرة كاملة لفترات متواصلة في هذا اللقاء، استفادوا أيضا من الفرص المتاحة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين. تعرفون كم فرق بينه وبين نابولي؟ 20 نقطة بالتمام والكمال. صراحة أتوقع كمية يوفنتوس يعني ما حد ساكن كنا المركز الأول، تأهلوا دوري الأبطال. واو أوكي، فعندنا بعض الأدفع. عفوا الفريق ما كان محتاج اني انا طلبت انتقال للفريق، بس احس الفريق عادني اساسي فبلعب ضد هذا الفريق اللي اسمه باجناروي، فانا بكون اساسي مع دوغلاس كوستا برناردسكي. اوكي يلا نلعب. مشاهدينا في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية، لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والامور الاعتيادية. لحظات في انتظار البداية الكروية وبداية هذا الرهان الكبير. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرة اخرى نلتقيكم مع مباراة جديدة. نتمنى روجاني الكرة على الجناح، يحاول فرصة للتسديد. يا سلام على الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، أسجل الهدف الأول لمصلحة فريقنا. شوف الكرة البينية، الكرة البينية جميلة جميلة جدا، الكرة البينية اللي لعبت من يعني ما أدري من منو لعبت يعني، بس بصراحة جميلة. الكرة البينية والتسديدة في 90 عن هاي يبغي لها إعادات، يبغي لها إعادات عشان برناردسكي. والله يا التمريرة جميلة جدا، يعني صراحة حلي برناردسكي. يمر يلعب كرة بينية برناردسكي، والكو تسديدة. يا هذا اليوم جدار عازل امام المرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. والهدف الثاني 2-0 في الدقيقة 41، يعني ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء، وهو أنهى المهمة كما يجب. الكرة العظيمة سية في الشباك، شوف الكرة العظيمة دبلس كاس، أتوقع وهذه سية طار فوق جميع ماركو وسجل.
الآن وانتهى الشوط الأول. يسيطرون تماما على المباراة، يريدون الاستمرار في فرض هذا الأسلوب اللي أنهوا فيه الشوط الأول. يلا يلعب كرة دوغلاس كوستا، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. هذه قيمة إمكانيات دائما تميز في الكرات الثابتة، ضربة راسية رائعة. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية. يحاول تمرير كرة، ينجح في لعب كرة عرضية. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. معاناة كبيرة جدا، دفاع مهزوز، خط وسط لم يكن في افضل حالاته، المهاجمون ايضا لم يقوموا بالمسانده الدفاعيه. نتيجه كانت منطقيه بعد ليله صعبه. 3-0 في المركز الاول لا نزال، و تسع مباريات سجلت 33 هدف، 304 أهداف سجلتهم في 149 مباراة. الحلقة الجاية راح نلعب مباراة 10 لنا مع اليوفي، مباراة رقم 150 لنا في مسيرتنا الكروية. فأوكي يعني خلنا نسيب ولا سجل مساء المهني. اوكي تسعة وعشرين. واو، يعني مع الأرسنال يعني لعبت معهم سنتين تقريبا، في 91 مباراة سجلت 190 هدف. ها؟ ماما هو على الفراش. لايك 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 لايك